حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، بعد تعثر إطلاق الأسرى والمختطفين، الأمم المتحدة تؤثث السجون التابعة للحوثيين. مديرية في أبيان طلابها يدرسون تحت الأشجار ومرضاها لا يجدون من يسعفهم. ومن أخبارنا المنوعة، القذافي قبل اغتياله أخفى 30 مليون دولار في مقر إقامة رئيس جنوب أفريقيا. أهلا بكم. خبر تأثيث معتقلات ميليشيا الحوثي من قبل الأمم المتحدة نشر معه الكثير من خيبات الأمل بالإفراج عن المعتقلين، وعنون موقع المصدر أونلاين: بعد تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم لإطلاق الأسرى والمختطفين، الأمم المتحدة تؤثث السجون التابعة للحوثيين. وقال الموقع: يعود جريفيث مجددا إلى صنعاء على الرغم من اليقين الذي توصل إليه الجميع بفشل اتفاق ستوكهولم الهش والجزئي، فمنذ مرور أكثر من 3 أشهر على ما تم التوصل إليه في السويد، تعثرت المباحثات التي كانت جارية لتنفيذ التفاصيل، سواء ما يتعلق بتنفيذ الانسحاب من الحديدة أو الإفراج عن الأسرى والمعتقلين من المدنيين. ويفيد الموقع أن الأمم المتحدة لم تعلن فشلها في تنفيذ ما خرجت به المشاورات رغم انتهاء جميع الفترات الزمنية التي حددت والمواعيد الاستثنائية. وبدلا عن الضغط على الطرف المتسبب بعرقلة تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ذهبت الأمم المتحدة إلى خيار آخر، وهو دعم سلطات الإنقلابيين الحوثيين وتأثيث السجون. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ابتكر عنوانا جديدا لدعم الميليشيات والتغطية على الانتهاكات التي تمارس بحق مئات المحتجزين في سجونها، لتعلن عن البدء فيما أسمت مشروع سيادة القانون، والذي من خلاله قدمت 7000 قطعة من فرش النوم للسجون المركزية في صنعاء وذمار والحديدة وإب، وهي السجون الأكثر اكتظاظا بالمختطفين من النشطاء المدنيين المناوئين للانقلاب. تحتاج اليمن إلى جيشين، أحدهما يحرر الأرض بينما يتولى الآخر تطهير الأرض المحررة من الألغام والمتفجرات التي تتواجد حيث كانت الميليشيا. وعنون موقع الصحوة نت: الجيش يفكك عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي جنوب الحديدة. وقال الموقع إن قوات الجيش الوطني فككت عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوبية محافظة الحديدة، وكانت ميليشيا الحوثي قد زرعت تلك العبوات في مزارع المواطنين والأحياء السكنية بمديرية الدريهمي قبل دحرها منها. أنقذوا المختطفين في سجون الحوثي، تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في المصدر أونلاين. أكثر من 3000 مختطف بحسب تقديرات منظمات حقوقية يمنية يقبعون في سجون الحوثي المعروفة والسرية، يلاقون فيها أهوالا من التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أبسط حقوقهم كسجناء، ولا يعرفون متى تأتي لحظة خلاصهم. تروي رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة حقوقية يمنية مستقلة تناضل من أجل حرياتهم، تفاصيل تدمي القلب عما يتعرضون له منذ 4 سنوات دون أن تجد قضيتهم الإنسانية الاهتمام الكافي من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية. من هذه الانتهاكات التي حذرت الرابطة من تزايدها مؤخرا التعذيب بالكهرباء والضرب والعزل الانفرادي والحرمان من الأدوية والملابس والزيارات والطعام إلا من وجبة واحدة يومياً لا تسد رمقهم، بالإضافة للتعذيب النفسي والحرمان من النوم وتخويفهم من الإعدام. وخلال الفترة الماضية وثقت المنظمات الحقوقية وفاة 130 مختطفاً بسبب التعذيب، فضلاً عن آخرين خرجوا مصابين بالشلل وفاقدي الذاكرة. وهذا المصير أكثر ما يقلق أهالي المختطفين الذين لا يزالون خلف القضبان في ظل غياب الضغط الدولي على الحوثي للإفراج عنهم. يشعر الأهالي بالإحباط وخيبة الأمل من فشل تنفيذ اتفاق المختطفين والأسرى الذي وقعت عليه الأطراف اليمنية في السويد برعاية الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من 3 أشهر على إبرامه، وهي الفترة التي كان يفترض تنفيذه فيها. تتحمل المنظمة الدولية ومبعوثها لليمن مسؤولية كبيرة في إطالة معاناة المختطفين بسبب تقصيرهم في الاهتمام بهذه القضية وربط مصيرهم بأسرى الحرب في الاتفاق، رغم أنهم مدنيون اختطفوا من منازلهم ومقر أعمالهم. هذا الخلط بين المقاتلين والمدنيين هو ما سعى له الحوثي وقبلت به الأمم المتحدة، وهو شرعنة للاختطاف ومساواة ظالمة بين الفئتين المنفصلتين، ما كان يجب أن يحدث لو أن حكومة الشرعية رفضت
لكنها وافقت على أمل تحرير هؤلاء جميعاً بدافع إنساني. لا يزال هناك 15 صحفياً مختطفاً، منهم 14 لدى الحوثيين يعيشون أوضاعاً سيئة في المعتقلات، وتضاف أسماؤهم إلى كل تقرير جديد، حيث يعلق موقع الوحدة والنت نقابة الصحفيين تطلق تقريرها الخاص بالانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من عام 2019. ووثقت النقابة 4 حالات اعتداء على صحفيين، و11 حالة محاكمة وتحقيق، و3 حالات حجب مواقع إلكترونية، وحالتين منع من السفر والزيارة للمعتقلين، إضافة إلى حالة تعذيب وحالة قتل. وقالت النقابة إن الحوثيين ارتكبوا 17 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 10 حالات، وارتكبت جهة خاصة حالة واحدة. ورصدت النقابة 11 حالة محاكمة وتحقيق طالت صحفيين، منها 10 حالات قامت بها جماعة الحوثي ضد صحفيين مختطفين منذ العام 2015، ومثلوا أمام النيابة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة التابعة لسيطرة الحوثيين بعد مسلسل من الإخفاء والتعذيب. ووثقت النقابة حالة قتل واحدة طالت الإعلامي زياد الشرعبي الذي استشهد في انفجار دراجة مفخخة في منطقة المخا أثناء زيارته للمنطقة في مهمة عمل. تتحدث صحيفة الأيام عن مديرية يعاني سكانها الكثير، وعنونت الصحيفة الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن مديرية سرار بأبين إسعاف المرضى بالحمير والتعليم تحت الأشجار. وقالت الصحيفة إن مديرية يافع سرار بأبين تعد واحدة من أكبر مديريات المحافظة من حيث المساحة، ويعاني سكانها الذين يعتمد معظمهم على الزراعة وري الأغنام والدخل المحدود الحرمان من الخدمات الضرورية، وتعد مشكلة شحة المياه وما نتج عنها من ارتفاع جنوني في أسعار صهاريج المياه من أبرز الصعوبات التي بات يتجرعها المواطنون بعد فشل مشروع مياه سرار والذي لم يبق منه سوى الاسم فقط. وتقول الصحيفة نقلا عن الأهالي إن من أوجه المعاناة وجود مركز صحي واحد في المديرية وسبع وحدات صحية تخلو من الأدوية والكادر الفني والتمريض، والبعض منها قديمة وآيلة للسقوط. ماذا لو كنت اليوم فلسطينيا؟ كيف تراك ستتلقى أخبار العالم من حولك؟ وبما ستشعر حيال ما يجري؟ أنت الموضوع في كل لحظة وثانية في قلب الحدث. لابد أن يخطر عاجلا أم آجلا في بالك هذا السؤال. هكذا بدأت الروائية العربية المعروفة نجوى بركات مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة. أنت لا تني تتفرج على العالم وهو يهب إلى نجدة إسرائيل أن مطبقة على نفسك بكل ما أوتي من وسائل. الفرنسيون يريدون إصدار قانون يعتبر معاداة صهيونية معاداة الإسلامية، والرئيس الأمريكي يوقع مرسوم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان على غرار اعترافه بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وبوتين يسلم إسرائيل رفاة الجندي من كتيبة الدبابات الإسرائيلية زخاريا بوميل الذي فقد في معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982 بعد أن كان المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف قد أعلن أن إسرائيل ناشدت روسيا مساعدتها في العثور على رفاة الجنود الإسرائيليين الموجودين في مناطق محددة في سوريا. فتم ترتيب عملية البحث بعد موافقة روسيا على العملية مع شركائنا السوريين. أجل، ماذا لو أنك تدرك وتحيا هذا كله وأنت مقيم هناك؟ داخل فلسطين المسروقة المحاصرة المذلولة، ماذا لو أنك كنت تلك المرأة التي ترى ابنها البالغ 9 سنوات يسوقه جنود مدججون بالأسلحة متهما بأنه رمى حجارة؟ ماذا لو أنك تشتم وترمى أرضا في أرضك التي يدعي آخرون أنها لم تعد لك وأنك دخيل عليها؟ أنت الذي عاش فيها أجدادك وأجداد أجدادك وأجداد أجدادي أجداد أجدادك. ماذا لو حوصرت في عيشك ولقمة عيشك وفي بيتك وعقلك وقلبك؟ ماذا لو انتزع ضميرك منك كما تنتزع الكلمة من فمك قبل أن يمتلئ حصن ومرارة وذلا؟ ماذا لو كنت مكان ذلك الفلسطيني نفسه وقد تخلى عنك العالم كله وأنت تقاد على درب جلجلة لا ينتهي إلى حيث ستصلب وتعلق؟
الصحف الفرنسية لم تغفل الحديث عن ملابسات مقتل عدد من المدنيين في صنعاء، حيث نقلت صحيفة لابغيس عن الأمم المتحدة قولها إن 11 مدنيا من بينهم 5 تلميذات قتلوا، وأصيب العشرات يوم الأحد في صنعاء دون تحديد ملابسات الحادث. متمردون حوثيون قالوا إن مدنيين كانوا ضحية غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية، والتي بدورها نفت أنها قصفت العاصمة يوم الأحد. مراسل وكالة فرانس بريس الذي زار مكان الحادثة في صنعاء ذكر أن الإصابات بدت وكأنها نتيجة انفجار. ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن قالت إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 11 مدنيا على الأقل، بينهم 5 تلميذات، وأصيب العشرات في حي شعوب في صنعاء، وأدانت مقتل هؤلاء المدنيين لكن دون تحديد السبب والجناة. في الأخبار المنوعة تعنون صحيفة الشرق الأوسط في إحدى صفحاتها: القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله. وفقا للصحيفة، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قد خبأ ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي في مقر إقامة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما، وذلك قبل وفاته في عام 2011. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تقريرها أنه تم نقل هذه الأموال من منزل زوما بمدينة ناكا كاندلا شرق جنوب أفريقيا إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقا باسم سوازيلاند. وأفادت الصحيفة بأن السلطات الليبية تطالب رئيس جنوب أفريقيا الحالي بالمساعدة في استرداد الأموال. وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أنه في عام 2010 باع القذافي 5 احتياطات ليبيا من الذهب مقابل مليار دولار، ويبدو أن وضع الأموال في كثير من الحسابات السرية والشركات بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في ليبيا، وذلك قبل اغتياله بوقت قصير. ومنذ وفاته تبحث السلطات عن الأموال التي نقلها القذافي خارج البلاد، حيث كان يسعى إلى شراء أسلحة ودبابات ومروحيات بتلك الأموال المخبأة. تعطيل العقل، تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في العربي الجديد. أنتجت السنوات الثمان الأخيرة المريرة نماذج كانت مفاجئة غير طيبة على مدار الثورات والحروب، أبرزها ظاهرة الموالاة العمياء وهي ظاهرة محلية. في المقدمة الشبيحة والبلطجية منذ بداية الربيع العربي انتقلوا بقضهم وقضيضهم بقيادتهم وعناصرهم إلى صفوف السلطة، فتسلحوا وشكلوا ميليشيات تذرعت بالوطنية، وأصبح القتل والسلب والنهب على رأس مهماتها. هناك الموالي البريء، مصدقا للقول يولد الإنسان حرا ثم يصبح عبدا، وهو مواطن من تصنيع النظام الشمولي أثمر على المدى الطويل، وكان بالعمل على إشاعة مناخ يعتاد فيه الناس الرضوخ أفضل من عبر عنه الفرنسي إتيان دولوبسيه في كتابه العبودية الطوعية. عندما يتعرض بلد ما لقمع طويل تنشأ أجيال من الناس لا تحتاج إلى الحرية وتتلائم مع الاستبداد، ويظهر فيه ما يمكن أن نسميه المواطن المستقر. النموذج الآخر الموالي المغرر به، الذي لا يستمع إلا للوسائل الإعلامية الرسمية فيصدق نشرات الأخبار وبرامج الإذاعة والتلفزيون عن المؤامرات المستهدفة للبلد، فالنظام على صواب مهما فعل. ثم الموالي بحكم الخوف، فيحسب حساب كل كلمة يقولها ويبلغ حد أن يكون رقيبا حتى على ما يفكر فيه ويعيش في الرعب، فالنظام لا يرحم. أما الموالون ذو الطموحات الكبيرة فتتهيأ لهم الفرص للمزيد من الارتقاء، وهم طائفة من رجال الأعمال والإعلاميين والمحللين السياسيين، ومعهم مثقفون وفنانون أدركوا حاجة النظام إليهم فوفروا له غطاء فكريا وفنيا. يتميز هؤلاء بانتهازيتهم وانحيازهم لما تمليه مصالحهم، ولا عجب في داخل كل واحد منهم ديكتاتور صغير وتافه. هذه وجوه من الموالاة تحيلنا على نماذج تشهد على تعطيل العقل دون مفارق كبير بين الرثة الأشد إجراما إلى المتعلمة الأكثر ثقافة، إلا في الوسائل كلها تؤدي الغرض نفسه، إدامة الاستبداد وقهر إنسانية البشر.
ما يزال خبراء الطيران يقدمون نظرياتهم وتفسيراتهم لحادث اختفاء الطائرة الماليزية MH370 وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين عام 2014، كما ذكرت صحيفة البيان، حيث مرت أكثر من 5 سنوات على اختفاء الطائرة التي كانت تقل 239 شخصا، إلى أن الحادث يعد أكبر لغز في عالم الطيران. تتابع الصحيفة رواية تفاصيل الحادثة، فبعد 38 دقيقة فقط من إقلاعها وتحديدا تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي، فقدت الطائرة بوينغ 777 الاتصال مع مركز مراقبة الحركة الجوية. وفي أحدث تفسير لمواقع، قال خبير في الطيران إن الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة قد تكون هبطت في مكان سري ثم أقلعت مرة أخرى خلال اختفائها عن شاشات الرادار لوجهة غير معروفة. وذكر جيف وايز مؤلف كتاب الطائرة التي لم تكن هناك، ذكر أن الاختفاء عن شاشات الرادار دام نحو 73 دقيقة، وهذه مدة كافية لتتمكن الطائرة من الهبوط والإقلاع مرة أخرى. وأتابع وايز شرحه بالقول إن الواقعة المجهولة حدثت بين الساعة 8:28 مساء والسادسة وثمانية وعشرين مساء والسابعة و41 دقيقة. هل هبطت الطائرة في مكان ما ثم أقلعت من جديد، أو هل خرجت عن نطاق الرادار؟ ليعود ويجيب بأنه يعتقد أن المكان السري الذي يمكن أن تكون الطائرة قد هبطت فيه هو في إحدى غابات تايلاند أو أندونيسيا أو كمبوديا أو فيتنام. تصور أن يستعد سائق مثل لويس هاملتون للمشاركة في إحدى الجوائز الكبرى لسباقات الفورميلا 1 ويكتشف أن سيارته اختفت. هذا ما حصل بالفعل في سباقات بطولة الدراجات النارية، وتحديدا في سباق أراغون الأسباني وعنوان موقع دي دبليو. سبب غريب وراء إقصاء متسابق من بطولة العالم للدراجات النارية. وقال الموقع كان من المفترض أن يشارك الإسباني هيكتور باربيرا في بطولة العالم للدراجات النارية، وهي الجولة المحببة لديه، خاصة وأنها أقيمت في إقليم أراغون الأسباني الذي يعرفه منذ طفولته، غير أن باربيرا حرم من المشاركة وذلك لسبب شديد الغرابة. فقبل ساعات من انطلاق جولة التدريبات ذهب إلى المرآب حيث دراجته النارية ففوجئ باختفائها، وبعد عملية بحث واسعة من قبل الشرطة لم يتم العثور على أي أثر لهذه الدراجة التي كانت من طراز ياماها R6. ولأن الفريق ليس لديه الإمكانات المادية ولا اللوجستية لتقديم دراجة بديلة للمتسابق، حرم هكتور باربيرا من المشاركة في السباق. من صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، صور متنوعة ليس فقط بالمضمون بل أيضا في المشاعر والأحداث. نتابع. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسام الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن أحداث مختلفة. نتابع. إذا بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.